اللي حضروا معانا المحاضرة السابقة، المحاضرة السادسة، ممكن تذكروني كانت عن شنو؟ المحاضرة السابقة كانت عن شنو؟ شنو أخذنا في المحاضرة السابقة؟ هلو، تسمعني؟ health and خذنا health and أيوة عن الأمراض health and شنو معنى كلمة الأمراض بالإنجليزي؟ فطوم، ممكن تقولي معنى كلمة الأمراض بالإنجليزية؟ شنو قلنا عنها كلمة الأمراض أو المرض؟ خذيناها المحاضرة السابقة health and منو كان حاضر معانا المحاضرة السابقة؟ حسن سلمان كان محاضر، عبير، ياسمين، لا مو داي، يس عبير، يس يس you are right. illnesses أو disease، health and illness. أخذنا بعض الأمراض وأخذنا كيف نقول، كيف نعبر عن الحال، كيف لما أنسأل أنا كيف حالي كيف أجاوب. أوكي عبير، how are you؟ yes yes you are right. فطوم، فطوم or عبير، how are you؟ فيك تجاوبي. ياسمين، yes yes you are right. عبير، I am fine thanks. أو أقدر أقول جملة ثانية بنفس المعنى. أخذنا جملة I am very well. I am very well. أوكي هذه نفس معنى I am fine thanks. أوكي صحيح I am okay. تمام. أوكي اليوم إن شاء الله راح نبدأ المحاضرة السابعة. feelings، تتكلم عن ال feelings. what's the meaning of feelings؟ شنو معنى كلمة feelings؟ yes yes هدى you are right. شعور أو المشاعر، المشاعر. أوكي feelings صحيح صحيح عبد المحسن، الأحاسيس أو المشاعر. أوكي let's start with A. راح نبدأ بالفقرة A، تتكلم عن love like hate. love like and hate، شنو معناها هذه الأفعال؟ هذه طبعا كلها أفعال. love like hate، شنو معناها؟ طبعا هذه كلها الأفعال طبعا استخدمها لما أعبر عن مشاعري أو أعبر عن أحاسيسي، فأستخدم هذه الأفعال. أوكي هدى هنا أستخدمها كفعل، أستخدمها كفعل صحيح. رقية you are right. ياسمين، حليمة صحيح. طبعا هذه كلها أفعال استخدمها في التعبير عن المشاعر love like and hate. For example عندي هنا عطني مجموعة أمثلة، بس قبل الأمثلة عندي هنا مخطط موضح لي فيه متى أستخدم كل فعل من هذه الأفعال. بالبداية عندي كلمة love، الفعل love. love هذه هنا أستخدمها مع ال أستخدمها إذا كنت أحب شيء بقوة مثل ما نقول. أوكي فأستخدمها أقول I love، وعادة هذا الفعل أستخدمه مع الأشخاص، يعني لما أحب شخص أقول له I love you. أوكي هنا I love my family and my best friend، عادة أستخدم love مع الأشخاص. أوكي هي بمعنى يحب. صح صح زهرة،
اي فينا نقول كذا انه love هو الحب 100%، اما like لا. بنشوف الفرق بين love واللايك. اوكي، مثل ما قلت لكم love استخدمها عادة مع الاشخاص. اوكي، for example I love my family، انا احب عائلتي، and my best friend، وصديقي المفضل. اوكي، هنا like، like هنا احب هذا الشيء، لكن مو بالنسبه بالنسبه love، فعل love. اوكي، عاده اللايك استخدمها مع الاكتيفيتيز اللي هي النشاطات، يعني لما انا احب السباحه ما اقول I love swimming، لا اقول I like swimming. اوكي، I like swimming، I like swimming، هذا السباحة نشاط، استخدمت معها I like، ما استخدمت معها I love. أوكي، هنا عندي عطاني مثال I like my job، I like my job، معناها أنا شنو معناها، شنو معنى هذا الجملة I like my job. Hello. صح صحيح حسن. لا زينب، ما أقول أحب عملي، لا أنا صح صح صحيح سوري فطوم، ما أقول أنا موظف، لا أنا أقول أنا أحب عملي أو أنا أحب وظيفتي. زينب you are right. ملاك لا ما أقول أفضل، أقول أحب عملي أو أحب وظيفتي. I like swimming، مثل ما قلت لكم اللايك استخدمها مع الاكتيفيتيز النشاطات، سواء كانت عمل، سباحة، قراءة، كتابة. I like reading، I like writing for example. okay، تمام عبد المحسن صحيح أنا أحب عملي. okay، الفعل اللي بعدها don't like. don't like هنا أنا ما أحب هذا الشيء، ما أحب أقوم به أو ما أحب هذا النشاط. أوكي، فأقول for example المثال اللي عاطني وياه هنا أنا أحب الطبخ. صحيح ياسمين راح تقولي I like cooking، أنا أحب الطبخ. I like cooking، الطبخ نشاط، فهي تحب الطبخ فتقول I like cooking. okay، don't like ما أحب هذا النشاط أو ما أحب هذا العمل، فأقول I don't like horror films. شنو معنى كلمة horror films؟ حدا عنده فكرة؟ horror films، حدا عنده فكرة عن معنى yes yes هدى you are right، صحيح أفلام الرعب. أنا لا أحب أفلام الرعب. صح زينب you are right، صحيح horror films الأفلام الرعب. I don't like horror films. for example مين يعطيني مثال على don't like شيء أنت نشاط ما تحبه أو شيء ما تحب تقوم فيه فتستخدم له don't like. مثلا شنو أقدر أقول I don't like، I don't like cooking، أنا ما أحب الطبخ. okay، I don't like writing، صحيح زينب. صادق I don't like walking slowly، صح صح صادق. حسن سلمان صادق طبعا يقول إنه ما يحب المشي ببطء. حسن سلمان I don't like cooking، صحيح like me. okay I don't like cooking. okay I don't like romantic films، الأفلام الرومانسية. okay don't like job. حليمة هنا لازم تحطي الفاعل، مين اللي ما يحب الوظيفة أو العمل، فلازم تحددي مين هذا اللي ما يحبه، أنت شخص ثاني فلازم تحطي الفاعل. okay for example حليمة إذا أنت ما تحبيها بتقولي I don't like my job for example.
Okay. أيوة صحيح صحيح حليمة. I don't like my job. هنا ما أكتب me أكتب my نفس اللي كتبتها لك. أوكي. الفعل الأخير hate معناها يكره I hate spiders. I hate spiders. أنا أكره العناكب. For example I hate شنو؟ شنو شيء عطوني مثال شيء تكرهوه. I hate driving fast. صح صحيح صادق صحيح. I hate driving fast. أكره السياقة أو القيادة بسرعة. I hate lemon juice. Okay. I hate lemon juice. زينب she hates lemon juice. هي تكره عصير الليمون. Okay. For example, I hate orange. أنا أكره البرتقال. أوكي؟ فينا نحط أي شيء نكرهه ونحط قبله الفعل I hate. I hate orange. I hate ants. صحيح ياسمين. I hate ants. هي تكره النمل. I hate cat. تكره القطط. I hate cat. فطوم. I hate عندش خطأ في السبيلينج. I hate cat. هدى heat. لا ما أقول heat hate. Okay. Heat هي الحرارة أو يعرض للحرارة. أما hate يكره. I hate do. شنو حليمة؟ شنو اللي ما تحبي أو تكرهي؟ I hate do شنو؟ I hate do I hate read. I hate reading. I hate writing. I hate speaking. For example, تغريد I hate dogs. صحيح صحيح. تغريد you are right. أحمد I hate American people. Okay. جملتك صحيحة أحمد. You are right. I hate dogs. Okay, حليمة. صحيح حليمة. Dogs. Okay. هنا خلصنا الفقرة الأولى، فقرة الأفعال اللي أستخدمها لما أعبر عن مشاعري أو الأشياء اللي أحبها والأشياء اللي أكرهها. هنا بي فقرة بي تتكلم عن happy, sad and tired. Happy and sad and tired. شنو معناها هذه؟ هذه صفات أو أفعال أو أسماء. مين عنده فكرة؟ حدا عنده فكرة عن هذه؟ الـ part of speech، جزء أجزاء الكلمة. هذه أفعال ولا أسماء ولا صفات ولا؟ أوكي صحيح حليمة. صفات. صفات أستخدمها لما أعبر عن أعبر عن أو أوصف الشعور والإحساس اللي أنا أعيشه أو أحس فيه. أوكي. happy happy معناها سعيد. happy معناها سعيد. صحيح حليمة. أعبر عن مشاعري أو الوصف الشعور اللي أنا أحس فيه. أوكي. عندي happy معناها سعيد. sad معناها عكس عكسها عكس الهابي تماما. happy معناها سعيد. sad عكسها شنو؟ حزين. صحيح ياسمين. صحيح هدى. you are right. good. sad صفة معناها حزين. tired. tired شنو معناها؟ tired. tired نفس الشيء هي صفة. صحيح هدى. you are right. متعب. أحمد صحيح متعب أو تعبان. أوكي متعب أو تعبان. أوكي عندي هنا مجموعة صفات
نفس ما قلت لكم أستخدمها لوصف الشعور والإحساس اللي أنا أحس فيه أو أوصف شعور شخص ثاني. Okay, for example, she is happy. She is happy. Okay, هي سعيدة في الصورة. She is happy. Okay, هي سعيدة. Number two, الصفة الثانية, sad. الصفة الثانية, sad. أوصف شعور هذا الشخص الموجود عندي في الصورة فأقول شنو؟ كيف أوصفه؟ Yes, he is حسن. He is sad. He is sad. لازم أحط الفعل الأكزيلري فيرب. He is sad. صحيح. صحيح تقريد وفطوم. صحيح. He is sad. Okay. اللي الصفة اللي بعدها angry. Angry. حدا عنده فكرة عن معنى كلمة angry؟ Angry. He is sad because غضبان معصب صحيح لا حسن ما أقول جائع He is sad because he is loses the game أحمد he is sad because he is losing أو لأنه خسر فأحطها في الماضي هو حزين لأنه خسر اللعبة فأقول هنا he is sad because he lost. He is sad because he lost the game. Okay, هو حزين لأنه خسر اللعبة. Okay, أحمد. Okay. I am sorry, but are there different levels? He is angry. صحيح تغريد. You are right. Okay. Okay, حليمة صحيح. He is angry. He is angry. مثل ما قلتوا معنى كلمة angry اللي هي غضبان أو معصب مثل ما نقول. Okay, صحيح. After 1 hour راح يخسر قصدك أحمد هو حزين لأنه راح يخسر اللعبة أحمد هو حزين لأنه راح يخسر اللعبة الساعة 8 أحمد let me know If I understand you or not. خبرني إذا أنا فهمتك صح أو لا. هو حزين لأنه راح يخسر اللعبة. No, I am speaking with. Okay. Anyway. على أي حال he is sad because he lost his mobile phone صحيح صادق صحيح you are right هو حزين لأنه خسر أو ضيع موبايله okay الصفة اللي بعدها صفة الأنجري قلنا معناها غضبان أو معصب upset شنو معناها upset حدا عنده فكرة زعلان لا مريض لا she is upset okay حليمة شنو معناها شنو معنى كلمة upset تبكي لا يمسح دمعة لا upset هنا صفة صفة تدل على صحيح صحيح أو زد مضطرب أو قلق أوكي أبسط معناها مضطرب أو قلق مو معناها زعلان أوكي لأن الزعلان لها صفة ثانية
اوكي الابست معناها مضطرب او قلق. فور اكزامبل، حدا يعطيني مثال. متحسر. someone is asking if they're a different. Yeah, I think that. أتوقع كذا إنه في مستويات مختلفة هنا عندنا. Like worry. Opposite. لا مو مثل worry. صحيح صحيح. Opposite صحيح. You are right. أقدر أقول تجي بمعنى worry قلق. Okay. I am upset because I didn't do well in my final exam. صحيح صادق. You are right. أنا قلق لأنه ما قدمت زين في الاختبار، في الاختبار النهائي. I am upset for my exam. صحيح. Good زينب. أنا قلق أو مضطرب عشان الاختبار. I upset because I have driving exam. أنا قلق لأنه عندي اختبار قيادة. صحيح. صحيح ليلى. You are right. Okay. هذه الـ grandfather upset. عبد الله تركيب الجملة عندك خطأ. هنا تقول my grandfather. My grandfather is upset. Okay. Okay, عبد الله. My grandfather is upset. جدي قلق أو مضطرب. أوكي أوكي الصفة اللي بعدها، الصفة اللي بعدها cold. cold شنو معنى كلمة cold؟ صح حسن. you are right. بردان أو يشعر بالبرودة. أوكي صحيح. عبد الله هنا استخدمها لوصف الشعور، إنه أنا أشعر بالبرودة فأقول cold. أوكي صحيح بردان. أوكي حليمة هنا هنا صفة فأقول بردان أو يشعر بالبرودة. أوكي for example حدا عنده مثال. I am cold. صحيح فطوم. You are right. I am cold. أنا أشعر بالبرودة. Like anxiety. لا لا غير، تختلف عنها مو نفسها. أوكي أحمد. She is cold. صحيح هي تشعر بالبرودة. She is. حليمة she is cold. هي تشعر بالبرودة. أحمد سوري قصدك كلمة upset هي نفسها anxious. صحيح صحيح أحمد. you are right. like anxiety هي نفس معنى كلمة upset، هي قلق أو مضطرب. صح أحمد. you are right. أوكي حليمة she is. لا تنسي الفعل is. he is cold. صحيح صالح. ليلى we can say the weather is very cold. أيوة أقدر أقول the weather is very cold، لكن هنا أنا هنا درست كلمة cold عشان أوصف الإحساس أو الشعور اللي أنا أحس فيه. أوكي فأقول أنا أشعر بالبرودة. My brother is cold. صحيح عبد الله. You are right. صحيح. Okay. I am cold. صح صالح. You are right. I am cold. Good. Okay. عكسها تماما عندي صفة hot. I feeling cold.
I feel cold. ليلى أقدر أقول I feel cold أو I am feeling cold. I feel cold. أنا أشعر بالبرودة. صح عبد الله وتقريد صحيح. هنا يشعر بالحرارة. يشعر بالحرارة hot. يشعر بالحرارة I am hot sun. لا أفضل خطأ. خطأ أنت يعني بتقولي أنت شمس حارقة. لا خطأ فاطمة. هنا أقول I am hot أو I feel hot. أنا أشعر بالحرارة. أوكي صحيح ياسمين you are right. I am hot. فطوم جملتش خطأ. هنا أقول I am hot أو I feel hot. أي صح صحيح فطوم جملتش الثانية أصح. صالح I am so hot. صحيح she is hot. صح صح you are right. تمام مثل ما قلت لكم hot عكسها تماما cold. أوكي الصفة اللي بعدها thirsty. الصفة اللي بعدها thirsty. thirsty شنو معناها thirsty؟ لا حليمة مو جائع عطشان. عطشان صفة هنا عبير عطشان. أوكي thirsty عطشان I am thirsty now. أوكي أنا عطشان الآن. أوكي صح عبد الله صالح حسن you are right عطشان. For example مثال مثال I am thirsty now. Could you give me a glass of water? My baby. I feel حسن I feel thirsty. My baby is thirsty. صحيح هل يمكنك أن تعطيني ماء؟ صح أنا عطشان الآن هل بإمكانك أنك تعطيني ماء؟ موية؟ Okay I am thirsty. صحيح نور you are right. I am thirsty. He is thirsty. She is thirsty. We are thirsty. أقدر أستخدم أكثر من فاعل يعني عندي مخيرة بين أكثر من فاعل أقدر أستخدمه مع هذه الصفات. أوكي الأهم من هذا أنه هذه الصفات أنا أستخدمها لوصف الشعور. I am thirsty. عبد الله you are right. ما أقول my. I am thirsty. أوكي أنا عطشان. أوكي العطشان thirsty قلنا معناها عطشان. Hungry صفة شنو معناها؟ Yes جائع أو جوعان صحيح you are right. حدا عنده فكرة عن الاسم لهانجري؟ الاسم كيف أجيب الاسم من هذه الصفة؟ الجوع الصفة عندي جوعان hungry أو جائع. أوكي كيف أقول yes you are right زينب you are right good زينب hunger هي الاسم لي hungry. hunger معناها الجوع. I am hungry صحيح صالح فطوم I am hungry. أوكي صحيح علا she is hungry هي جوعانة صحيح. أوكي I am hungry could you give me a piece of pizza please. اوكي انا جائعه هل بامكانك انه تعطيني قطعه من البيتزا. اوكي hungry معناها جوعان او جائع. اوكي for example المثال اللي قلت لكم وياه I am hungry
My doggy is hungry. لا اي اي ايوه صحيح صحيح. My doggy is hungry مو hunger. Okay, I am hungry. I feel tired because I am hungry. صحيح صحيح ليلى جملتش صحيحة. أنا أشعر بالتعب لأني جوعانة أو جائعة. I am hungry. Could you give me a piece of pizza please? أنا جائعة، هل بإمكانك أنك تعطيني قطعة من البيتزا؟ Okay. عبد الله my goat hanger. هنا نفس الشيء عبد الله، ما استخدم الاسم، استخدم الصفة. My goat is hungry. My goat is hungry. عبد الله. My goat is hungry. Okay. Okay تمام. تمام. طبعا مثل ما تلاحظوا الهانجري عكسها كلمة ثيرستي العطشان. My child hungry. My children or my baby for example. إذا أنت تتكلمين عن طفل واحد. Okay. ياسمين my child is hungry. My child is hungry. Okay. Okay تمام. الصفة اللي بعدها راح نتعلم صفة الول. My baby hungry is. عبد الله لا تنسى الأكزيلوري فيرب الفعل المساعد، لا تنسى. My baby is hungry. Okay, my baby is hungry. Okay, الصفة اللي بعدها well. Well, what's the meaning of well؟ شنو معنى الصفة well؟ مريض صحيح. لا لا عبد الله سوري عبد الله you are wrong خطأ. Well معناها بصحة جيدة أو بخير، بصحة جيدة أو بخير، عكسها صفة ال. أوكي عبد الله أيوة تمام. المريض هي ال. Well معناها بصحة جيدة أو بخير. هذه أتوقع استخدمناها استخدمناها في المحاضرة السابقة. لا هنا سعيد واللي جاوبه سوف. لا هنا well W E double L ال well W I double L. أوكي خلكم منتبهين ال well اللي معناها سوف هي W I double L. أوكي أما هنا هذه صفة وال سوف هذه فعل، أما هنا لا أنا أستخدم صفة W E double L. I hope to be well tomorrow. صحيح ليلى you are right. أتمنى أنك تكون بصحة جيدة بكرة. Okay I am well. صحيح تغريد you are right. أنا بخير أو بصحة جيدة. I am well. صحيح نور. I brother as well. لا حليمة my brother. My brother as well. أخي بصحة جيدة. Are you well? Actually no. Okay. Okay anyway. My brother as well. Okay. Okay. My brother صحيح حليمة. Okay تمام. تمام صححتيها تمام. My brother as well.
اوكي. well مثل ما قلنا معناها بخير او بصحه جيده. my brother is well. اوكي. my family is well. صح صح عبد الله. عائلتي بخير او بصحه جيده. i don't feel very well. صح عبير. انا لا اشعر باني بصحه جيده او بخير. do you feel well today؟ صادق. yes you are right. do you feel well today؟ هنا السؤال، هل تشعر بأنك بصحة جيدة اليوم؟ my sister is fine. هنا صالح استخدم كلمة well. my sister is well or my sister is very well. okay بصحة جيدة أو بخير. okay صالح. الصفة اللي بعدها ال، صفة ال شنو معناها؟ ال عكسها صفة الوال. ال معناها صحيح مريض. حدا عنده فكرة عن كلمة ثانية غير كلمة ال بنفس المعنى مريض؟ كلمة ثانية أو مفردة ثانية غير يس. يس صادق. you are right. عبير حسن زينب صحيح. sick معناها ال معناها مريض. عندي جملة عبد الله. يس عطني جملتك عبد الله. سعيد ياسمين صح. sick. صالح you are right. عبد الله عطني جملتك. For example, my sister is ill. صحيح عبدالله. You are right. Good, good, عبدالله. I feel ill. صحيح عبير. I feel ill. I am not sick. صح صالح. Sick. S-I-C-K. Okay. I have to go to the doctor because I am ill or I am sick. Okay, I have to go to the doctor. يجب علي أني أروح للدكتور لأنه أنا تعبانة. My don't is L. I need to go to the doctor because I am so sick. صح صالح. You are right. Yasmin, my son صالح is sick. صحيح. She is L. صح تغريد. حليمة my شنو my don't is L. My شنو حليمة my حليمة. My father for example. My father is ill. Okay. أبويا مريض. عبد الله my don't ill. شنو هذه don't؟ لا هنا لازم تحدد إنه مين هذا المريض. أنا لست مريض. I don't حليمة. I don't ill. أنا لست مريض. أوكي حليمة. لا tired لا غير معناها مو نفس معنى sick or ill. هنا sick أو ill هنا يشعر بالمرض. أما tired لا مثلا أجهد في العمل فتعب. أوكي فأستخدم لا tired متعب. ما أقول عنه مريض لا. أوكي I am not ill. صح صادق. أوكي تمام. أوكي سعيد tired لا مو نفس sick أو ill. sick أو ill معناها مريض يعني يعاني من مرض معين فأقول عنه مريض. For example influenza
وجع راس، هذه أقول عنها مريض. أما tired لا، tired يعني متعب بسبب إجهاد العمل أو أوكي صحيح زينب، مرهق أوكي، فما أقول عنها أوكي. عبد الله، عبد الله شنو جملتك لكلمة tired؟ أوكي عبد الله، فيك تكتب الجملة تبعك لكلمة tired. My brother is tired. صحيح عبد الله. You are right. You are right عبد الله. My brother is tired. أخويا متعب أو مرهق. Okay. هنا الصفة اللي بعدها tired. I am so ill. صح فطومة. You are right. I am so ill. Okay. أنا مريضة جدا. Okay. الصفة اللي بعدها my son is tired. صحيح تغريد. You are right. تمام. I am tired. I am tired. Tired معناها مثل ما قلنا متعب أو مرهق. Tired متعب أو مرهق، أو مثل ما نقول إحنا تعبان. Okay. Tired اللي هي التعب الخفيف أو التعب يعني ما يوصل لدرجة المرض. Okay. Tired. Tired يعني إجهاد خفيف مثلا بسبب ضغوط العمل أو بسبب ضغوط الدراسة، فأقول tired. أوكي أوكي واضح. If you tired go to rest. صحيح صحيح ليلى. You are right. إذا أنت تعبان روح ارتاح. عبد الله my grandmother is tired. صحيح. أوكي brother is so tired. حليمة my brother. I am tired because I go to work every day. صحيح. سعيد, you are right. أنا متعب لأني أروح للعمل كل يوم. I am patient. Patient هنا مريض. Okay. I am patient. أنا مريض. أحمد. Patient معناها مريض. Okay. I was sleeping in the hospital. راح أنام في أو كنت منوم في المستشفى. Okay. My cat is so tired because it don't eat. Because it doesn't eat. Okay. صالح. My cat is so tired because it doesn't. It doesn't eat. My brother is so tired. صحيح حليمة. You are right. Okay. Okay. الصفة الأخيرة صفة surprised. Surprised. شنو معناها؟ Surprised. Surprised. صح متفاجئ. متفاجئ. هنا صفة. لازم أنتبه أني أستخدمها كصفة. ما أستخدمها ك اسم. أوكي فتختلف الاسم، يختلف الاسم عن الصفة. الاسم surprise. Surprise هو الاسم. أوكي surprise هي الاسم. Surprised هي الصفة. For example, حدا عنده مثال؟ Surprised هي الصفة. حدا عنده مثال على ال surprised؟ تغريد المفاجأة هي surprised كاسم، أما هنا لا أستخدمها كصفة، لأنه كل هذه الموجودة عندي هذه صفات. Surprised.
أوكي تمام. أيوة صحيح ملاك. دائما مع الصفة لازم أحط تكوين الجملة، لازم أحط قبل الصفة الفعل المساعد. I am surprised because my son bought me a gift. Good, good, صادق. هو متفاجئ لأنه ابنه أعطاه أو اشترى له هدية. أوكي تمام صادق. صالح مثلا نقول my brother is so surprised because his brother his birthday. صحيح صحيح، فيك تقول هذه. أنا عندي جملة مضحكة. شنو عبد الله؟ I am so pretty surprised. شنو درر؟ شنو جملتش؟ I didn't got it. ما فهمتها جملتش درر. فيك تعيديها مرة ثانية. حليمة my sister is surprised. صحيح أختي متفاجئة. أوكي عبد الله، شنو جملتك المضحكة؟ My brother surprised is milk. تفاجأ بشنو أخوك؟ تفاجأ بشنو؟ بحليب يعني. My brother is surprised with milk, for example. My brother is surprised. أيوة أيوة فهمت. My brother is surprised with milk. Okay. ليلى I am surprised because my family do a small birthday party to me. صحيح صحيح. ليلى. أحمد I am looking towards to surprise my friend with his birthday. صحيح أحمد. You are right. You are right أحمد. أحمد يقول إنه يتطلع إنه يفاجئ صديقه بعيد ميلاده. ياسمين I like surprised. هنا ما يحتاج تقولي like، هنا قولي على طول I am surprised. أوكي ياسمين على طول أقول I am surprised. Okay. I think everybody like surprise. أتوقع إنه الكل يحب المفاجآت. Okay, صادق. Okay. I surprised because doesn't give me anything. لا سعيد. I surprised because he doesn't give me anything, for example. أنا متفاجئ إنه هو ما أعطاني أي شيء. أوكي فهنا لازم تحدد مين هذا اللي ما أعطاك شيء. أوكي I surprised because he doesn't or she doesn't give me anything. I am looking toward or forward. I think أتطلع إلى forward forward looking forward. Okay Ahmed looking forward. Sorry okay thank you Zainab. You are right. I am looking forward. هنا بعد التو المفروض ما أحط الـ ING في الـ
I am looking forward. I am looking forward to surprise. Okay, to surprise my friend, for example. My sister is surprised because I am poet. أختي متفاجئة لأنه أنا هنا because I am poet. لا ما أقول poet زهرة. Grammar is irregular. We must add ing after two. أيوة صحيح صحيح زينب, you are right, sorry, صحيح. I am looking forward to surprising. صحيح أنا أتطلع لي صحيح زينب. Thank you زينب, thank you. Okay, بالنسبة لي okay, هذه جملة أحمد. I think I am looking forward to surprising my friend. جملة زهرة أتوقع. لا أحمد. لا مو نفسها, تختلف, يختلف look somewhere forward عن look toward. I am surprised looking to you محمد. I am surprised. لحظة محمد, I am surprised looking. ما فهمت بعدين اللي بعد ال surprised, أنت متفاجئ عشان شنو؟ إنك شفته مثلا؟ وين جملتش هدى؟ Sorry, وين جملتش؟ give me example please. Okay. To you. عبد الله أنت تقول بتقادر؟ Okay. Okay, you can, تقدر تطلع إذا أنت يعني مجبر تطلع. Okay. Okay. Okay, صالح. أحمد, I teach us like this way. ما فهمت أحمد شنو تقصد؟ أوكي هنا خلصنا الفقرة الثانية, فقرة بي. اوكي اكتبيها ثانية بليز هدى جملتش. محمد I am surprised I am انا متفاجئ انه شفتك امس, فهنا تقول I am surprised because I saw you yesterday. أنا تفاجأت لما شفتك أمس.
Okay, I am surprised because I saw you yesterday. Or I saw him or her. Okay. Okay. هدى بليز اكتبي جملتش تانية إذا فيكي. هنا الـ common mistakes عندي أخطاء شائعة. I am surprised because I get full mark in exam. صحيح. Okay, صحيح. جملتش صحيحة هدى. I am surprised. أنا متفاجئة لأنه I got full mark in my exam. صالح ما أدري شنو فيك صالح. أوكي عندي هنا الـ common mistakes أخطاء شائعة. يقول لي الأخطاء من ضمن الأخطاء الشائعة الشائعة دائما في اللغة أثناء التحدث. I am very أو حتى الكتابة. I am very happy about your news. هنا المفروض ما يقول about happy for sorry happy for okay. هنا من الأخطاء الشائعة يقول لي I am very happy about يعني شنو معناها؟ معناها أنا سعيد جداً بأخبارك أو بسماع أخبارك، أوكي؟ فأستخدم الهابي مع الأباوت. About your news، أوكي؟ لمعرفة أخبارك. ما أقدر أقول I am very happy for your news. لا ما أقول for you، for your news، يعني ما أقدر أقول أنا سعيد جداً لأجل أخبارك، لا. أستخدم for متى؟ إذا كنت بتكلم عنك أنت فبقول I am very happy for you. أنا سعيد جدا لأجلك. Okay, for example هنا you did very well in your exam. أنت قدمت زين في الاختبار عشان كذا أنا سعيدة لأجلك. Okay, I am very happy for you. ما أقول about you. Okay. أيوة هنا I am surprised because I got four mark in my exam. يعني أنا متفاجئة لأنه حصلت على درجة كاملة. got ما أستخدم معها get. okay فهنا المفروض توصف شعورها بعد ما حصلت الدرجة فاستخدمها في الماضي. I got four mark in my exam. أوكي هنا الهابي نفس ما قلت لكم الهابي أستخدم معها الأباوت إذا كنت بتكلم عن الأخبار أو أستخدم وراها اسم. أوكي أما هنا الهابي فور سعيد لأجل شخص معين فأقول I am very happy for you. أوكي أنا سعيد لأجلك. أوكي أوكي هنا واضح الـ common mistakes. hello معي. أوكي تمام راح نشوفها في التمارين إن شاء الله راح تكون واضحة. أوكي تمام الفقرة سي هنا يتكلم عن شنو؟ يتكلم عن prefer, hope and want. شنو معناها؟ هذه طبعاً أفعال، أوكي؟ أفعال هذه prefer, hope and want. yes yes you can تقدري تسألي
By the way, I am not professor. Okay. Okay. أو زد. Okay. You can ask me. تقدري تسأليني شنو سؤالك أو سؤالك. Okay. الفقرة سي تتكلم عن prefer. Psych, psych. I think معناها هي في الطبيعة طبعاً. Psych معناها الجدول الصغير، يعني المياه الصغيرة، المياه اللي تكون أصغر من النهر. أوكي، نسميها جدول تقريباً. أوكي. أو هي موجودة في الطبيعة يعني. أوكي، السايك الجداول الصغيرة، أو مثل ما نقول الخندق أو الخنادق الصغيرة. أوكي، إذا يعني صار المعنى صحيح، فالأصح هو السايك أستخدمها مع الطبيعة، موجودة في الطبيعة. أوكي، كجداول صغيرة أو خنادق صغيرة. I think. Okay. Prefer. Prefer. شنو معنى كلمة prefer؟ Prefer كفعل طبعاً. Sorry. Sorry. Prefer. Prefer كفعل شنو معناها؟ Prefer, hope, and want. Yes, صالح. Sorry, صادق and ياسمين، صحيح. يفضل. Hope، محمد. Hope هو معناها يتمنى أو يأمل. Okay. Hope. Prefer معناها يفضل. هوب معناها يتمنى أو يأمل. أوكي، want شنو معناها؟ want شنو معناها؟ صحيح هدى، صحيح. You are right. صحيح صحيح. ملاك، سعيد، محمد. يريد. أوكي، هذه الأفعال الثلاثة، الأول بمعنى يفضل، الثاني بمعنى يتمنى أو يأمل، الثالث معناها يريد. أوكي، عندي كل فعل أستخدمه استخدام معين على حسب الجملة اللي أنا راح أقدمها. أوكي، for example، أول جملة عندي I prefer coffee to tea. هنا معناها أنه يفضل القهوة عن الشاي، يفضل شرب القهوة عن الشاي. أوكي، هنا عطاني إياها بين قوسين كشرح بسيط. I like coffee more than I like tea. يعني أنا أحب القهوة أكثر من محبتي أو حبي لي الشاهي. Okay. I prefer coffee to tea. For example، هذا عنده مثال على prefer، أنت تفضل شيء عن شيء. I prefer For example, I prefer winter to summer. يعني أنا أفضل فصل الشتاء عن فصل الصيف. Okay.
What about you? شنو I prefer Ali to Muhammad. أنا أفضل علي عن محمد. Okay, صحيح. صحيح محمد. What do you prefer? شنو أنتو تفضلوا؟ What do you prefer? I prefer donut to rice. صحيح حسن. You are right. هو يفضل الدونات عن الرز. Okay. بعد مين يعطيني؟ عبد المحسن، حليمة، أفراح، حسين، مرزوق، نور، رقية، تقريد، زهرة. I prefer movies to books. I prefer read novels to stories. صحيح سعيد. هو يفضل قراءة القصص الروايات عن القصص. زينب. I prefer movies to books. هي تفضل الأفلام عن الكتب. I prefer listen to your voice teacher يعني. لا هنا اوكي او زد هنا لازم تختاري تفضيل شيء عن شيء. اوكي تفضلي شيء عن شيء ثاني مثل ما هو عطاني. هو يفضل القهوة عن الشاي. I prefer run to walk. صحيح حسين. You are right. هو يفضل الجري عن المشي. I prefer read to write. هي تفضل القراءة عن الكتابة. Okay, تمام. I prefer cappuccino to milk. صحيح ملاك. You are right. Milk. M-I-L-K. Okay, هي تفضل الكابتشينو عن الحليب. Okay, هذا بالنسبة لي. I prefer Joyce to milk. صحيح محمد. You are right. هو يفضل العصير عن الحليب. I prefer apple to banana. صحيح حليمة. You are right. Okay, هذا بالنسبة لي الفعل الأول prefer. الفعل الثاني hope. يتمنى أو يأمل. I prefer donut to all food. Okay. Okay, حسن. حسن. You are right. Okay. الهوب معناها يأمل أو يتمنى. For example, I hope, for example, he will be able to come. For example, يعني أنا I am Muhammad. I hope to improve yourself. Okay, صحيح محمد. أتمنى أن تطور من نفسك. Okay. I hope he will be able to come. يعني أنا أتمنى أو أأمل أنه يكون قادر أنه يجي. Okay. أو يأتي. Okay, for example. أتمنى أنه أنت تكون بخير. For example, I hope you are very well. Okay, هنا أتمنى أو أأمل أنه تكون بخير. I hope you are very well. Sorry, very. Okay, I hope the exam is very easy. صحيح صحيح زينب. You are right. أتمنى إنه يكون الاختبار سهل. يلا بعد مين عنده جملة على hope قبل ما ننتقل للأمثلة الكتاب. I hope to come tomorrow to my home. صحيح صحيح محمد. بس هنا خليك منتبه إنه ما تحط الحرف بالكابيتال حرف الفعل الأول. I hope to come tomorrow to my home. I sister hope the milk. حليمة جملتش خطأ. تقدري تقولي I hope
I hope learn English. أتمنى التعلم الإنجليزية. صحيح سعيد. You are right. أو I hope learning. أقدر أقول I hope learning English. حليمة, I hope my sister, for example, like milk. For example, yeah. I hope to get a job. صح ملاك, you are right. أتمنى أنه أحصل على وظيفة. Okay. Okay, نشوف الأمثلة في الكتاب. I hope to do well in my exam. معناها أنه أنا أتمنى أنه أقدم زين في الاختبار, في اختباري. I hope my sister the milk. لا, هنا I hope my sister like milk مثلا. I would drink milk. Okay, حليمة, I hope my sister drank milk. Okay, كذا أصح. I hope my sister drank milk. Okay. Okay. هنا I hope to do my to do well in my exam. إنه أتمنى إنه أقدم أوكي في الاختبار أو أقدم زين في الاختبار. أن أكون to be. To be سعيد. I hope to be. سعيد, I hope to be مثلا a doctor. I hope to be a policeman, for example. أتمنى أنه أكون دكتور أو شرطي. I hope to look my friend. زهرة, I hope to look or to see my friend. I hope to see my friend. إنه أتمنى إنه أشوف صديقي. أوكي, okay. I hope to see my friend. أوكي, okay. المثال اللي عندي في الكتاب الثاني, I hope to be energy for future. أتمنى إنه أكون طاقة في المستقبل, طاقة للمستقبل. أو تقدر تقول سعيد, I hope to be energetic. Okay, energetic, okay. هي تكوين جملتك. Okay, صحيحة سعيد. Okay, الجملة الثانية في الكتاب, I hope to have a daughter. ياسمين. Okay, صحيح جملتك. إنه أتمنى إنه أكون إنه يكون عندي بنت. Okay, I hope to have a daughter. Okay, I hope that my friend does well in his exam. هنا يقول إنه أتمنى إنه صديقي يقدم زين في اختباره. أوكي, فهنا يقول لي أقدر أستخدم مع الـ I hope, أستخدم مع that. For example, I hope that for example my grandmother to be well. إنه أتمنى إنه جدتي تكون بخير. Okay, I hope that my grandmother
Be well, be very well. No, أتمنى إنه جدتي تكون بخير. Okay, I hope that my grandmother be very well. Okay, هنا أستخدم الهاب مع الذات أو بدونها. Okay, لما أقول I hope that معناها إنه أتمنى إنه الفعل هذا يصير. Okay. الوانت الفعل الأخير want إحنا قلنا معناها يريد want معناها يريد. For example حدا عنده مثال و أن أكون حليمة to be أن أكون to be I wanna be a great is that right صحيح صحيح I wanna هي الاختصار I want to be okay صح صح أو زد حليمة كيف أقول أن أكون to be to be معناها أن أكون I want buy mobile صحيح محمد I want to I want to buy okay محمد I want to buy A new mobile, for example. Okay, I want to buy a new mobile. For example, I want to buy a car. Okay, إنه أنا أريد أشتري لي سيارة. I want to buy a new car. Okay, هنا يقول لي not ملاحظة. I want to sleep. Okay. Okay. Oh, زد صحيح. I wanna fix my face. زينب, I want to. I want to sleep. أريد أن أنام. Okay. ملاك, I want to go. To go. I want to go shopping. زينب, I want to sleep. ملاك, I want to go shopping. محمد, I want to go to my mother. Okay, تمام, صحيح. صحيح, محمد. Mother. Without you. Mother ما فيها اليو. حليمة, I want to be a doctor. صحيح. صح حليمة, you are right. I want to be a doctor. Okay. تمام. عندي هنا ملاحظة يقول لي I want my mother to buy. نفس الشيء. نفسها لما أقول I want to buy أنا أتكلم عن نفسي. أو أقول أنا أريد أمي تشتري لها تشتري سيارة جديدة. هنا عادي أستخدمها مع الـ I want to be على طول أنه أنا اللي أريد أشتري السيارة أو أنه أريد شخص ثاني هو اللي يشتري السيارة For example, I want my mother to buy a new car أنه أتمنى أو أريد أمي تشتري سيارة I want to be write for novels سعيد I want to be writer writer أو a novel writer novels writer okay سعيد I want to be novels writer, كاتب روايات. Okay, محمد, I want to drink water. صحيح, صحيح محمد. Okay, هنا عندي common mistakes. I want you to help me.
أريدك تساعدني، ما أقدر أقول I want that you help me. يعني الذات ما أستخدمها مع الوانت. I want على طول. I want شنو أنا أريد، ما أقول أنا أريد أن. أوكي okay. I want you to help me، أريدك أن تساعدني. أوكي okay. عندي الفقرة الأخيرة expression اللي هي التعبيرات، التعبيرات اللي أستخدمها مع ال I want to be learn English. حليمة ما يحتاج تقولي to be، ما يحتاج تقولي be على طول. I want to learn English. I want to learn English. Okay. التعبيرات هنا اللي أستخدمها for example مع الأفعال، مع الصفات اللي إحنا خذيناها، كيف أقول أنت تحب الفعل الفلاني أو الشيء الفلاني؟ أقول له do you like football for example، هل أنت تحب كرة القدم؟ Do you like football؟ Okay، هنا يجاوب يقول لي yes I really like football or like it. No I don't like it or not I don't like football for example. Okay. لا هنا ما أقدر أقول do you like my ears؟ لا هنا هنا أقول do you like my ring ears مثلا، هل أنت حبيت ال ring ears اللي هي حلقة الأذن؟ ما أقولها على طول do you like my ears. Okay. أوكي هنا نوقف لهنا إن شاء الله ونكمل الجلسة الجاية إن شاء الله. هنا بس على السريع راح ناخذ التعبيرات. الـ A How is your grandfather؟ كيف حال جدك؟ He is very well, thanks. هو بخير شكرا. أوكي اللي بعدها and how about your grandmother، ماذا عن جدتك؟ هنا يجاوب يقول she is a bit or a little tired، هي متعبة قليلا. اوكي هذه التعبيرات اللي انا استخدمها مع وصف المشاعر او الفيلينجز. اوكي ان شاء الله راح do you like learning English. اوكي صح محمد جملتك صحيحة. أوكي أوكي هنا راح نوقف إن شاء الله إلى هذا إلى هنا ونكمل إن شاء الله التمارين مع الجلسة الجاية. شكرا على حضوركم، شكرا على تفاعلكم. لا تنسوا ترسلوا تقييمكم على جلسة اليوم. المشتركين الجدد لا تنسوا ترسلوا التقييم على هذا الرقم، على رقم مجموعة إي هجر. الآن أرسل تقييمك على هذا الرقم، اكتب أنا اسمي فلان الفلاني، حضرت المحاضرة المستوى المبتدئ، وأذكر تقييمك على هذه المحاضرة، هل هي ممتازة أم جيدة أم جيدة جدا أم مملة. أوكي ولا تنسوا الاشتراك في قناة اليوتيوب عشان توصلكم المحاضرات المسجلة، اللي فاتت المحاضرات السابقة يقدر يشوفها محاضرات مسجلة على قناة اليوتيوب. بس بليز لا تنسوا ترسلوا التقييم على هذا الرقم. الآن أرسل تقييمك على رقم الواتساب، رقم المجموعة. أوكي thank you thank you. شكرا 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 على الحضور والتفاعل. يلا نراكم الجلسة الجاية إن شاء الله. أوكي يلا thank you good night good night goodbye. إن شاء الله التمارين راح نحلها بداية الجلسة الجاية بشكل سريع.
أوكي حسن، فيك تكلمنا على رقم الواتساب وتذكر مشكلتك وتلاقي الحل إن شاء الله. أوكي، thank you thank you thank you.